السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذة زاهرة في قناة زاهراندا. اليوم إن شاء الله غنشوف واحد الموديل مقبول عليه الخدمة دابا حاليا في 2018، ما شاء الله كاين الإقبال عليه مزيان. هو نوع من الفراشة كيتسمى الخفاش. غادي تشوفوا كيفاش غنخدموه، كما كتخدميه بالطرز بالعقيق حسب الشكيلات. أنا غنحط لكم الشكيلات إن شاء الله في القناة ديالي من بعد، شكيلات اللي مخدومين عندي غنحطهم لكم. دابا نشوفوا الفصالة ديالو كيفاش كتكون ومن بعد نشوفوا الشكيلات. ان شاء الله غنبداو كيفاش كنشرو، شحال تاع الثوب كان يخصنا في هذا الخفاش. كتعبري على السيدة بحال الفراشة، كتعبري على السيدة الطول ديالها وكتضربي في جوج، حيت هو الثوب كيطوى على جوج، كيطوى على جوج كما قلنا. شوفوا الثوب هنا مطوي الثوب على جوج، هنا مطوي على جوج، وعاد ملي طويتو على جوج في الطول عاود طويتو على جوج في العرض. يعني عندي هنايا بحال شكل الفراشه اللي درت في الدرس الفايت، هو هذا. دابا الطول ملي كنشدو الطول ديال السيده كنضربو في جوج، حيت كنطوي الطول على جوج صافي، هو هذا كيخرج لنا الطول ديالها. الا اللي بغاتو مجرجر حسب ديكور بغاتها، وبغاتو قزد الطول اللي هي اختارته، هو اللي كنخدمو عليه. دابا ان شاء الله غادي نبدا. عندنا الطول ديال السيده غادي نشدوه، غنشدوه بعدا غنخدمو الكتاف، عاد غادي نمشيو الطول، لان هذا تبارك الله راه فيه 3 متر والسيده فيها غير 1.38 متر، فايتنا ليه غادي يشات لينا الطول. غادي نجيو هنا غادي نخدمو الطول. عندنا الكتاف ديال السيده، الكتاف عندها 40 سيده، غنديرو 20 زائد واحد ديال الخياطه هي 21. ها هي 21 عندنا ديال الكتاف. قلنا ديما دائما كنهبطو 3 سنتيم وكنديرو الكول. الكول ديال الخفاش بحال شكل الكول ديال الفراشه اللي درت لكم، عندنا 8 سنتيم، وعمودي كنديرو 10 سنتيم حسب هي الاختيار ديالها. الكول واش بغاتو داير، بغاتو في، كيفاش بغات هذا الكول كاري، حسب الاختيار ديال الكليانه كنمشيو. هذا كنخدمو الكول داير بحال هكا، كنهبطو 2 سنتيم ديال الخلف. علاش هنايا هبطنا 2 سنتيم ديال الخلف وهنايا ديال الامام؟ حيت عندي هنايا اربعه الورقات ديال الثوب، دونك عندي جوج ديال الخلف وجوج ديال الامام. عاد كنطراسي الكول ديالي بالبيروكي بحال هكا، وطراسي ديال الخلف حتى هو ها هو. ونمشي كما قلت لكم في الفراشه، هاد النقطه ديال 8 سنتيم و 3 سنتيم كنمشي معاها نيشان، كنمشي بالمسطره كما قلنا من نقطتين يمر مستقيم، ما عنديش قياس معين اللي كنهبط بيه، كنمشي نيشان. هي هادي انا مشيت بحال هكا مزيان. دابا غادي نشوفو، حيت الخفاش ماشي بحال الفراشه كنخلو الجناوح كاينين وكنخدمو الوسط كنلاقيه وصافي كيبقى. دونك الخفاش كنخيطوه من الجناب وكيبقى لكم. دابا كنعرفو كيفاش كنهبطو، كنمشيو من هاد 3 سنتيم كنهبطو بالتركيز ديال السيده. مثلا هي هو 22 سنتيمتر، هذا التركيز ديالها، وكنجو من التركيز. حنا قلنا في الجلابه الايفازي التركيز هو نقطة التقاء التركيز والصدر. من هنا من هاد النقطة باش كنهبطو ب 12 اشنو كتعطينا؟ كتعطينا الحزام. ومني كنهبطو ب 24 كتعطينا الحوض، هذا هو الحوض. انا كيهمني الحوض هنايا، هو اللي كيهمني، اما شي لاخر ما تيهمنيش. دابا الحوض ديالها كنجيو كاين القياس اللي كنديرو 40 سنتيمتر بحال هكا في الحوض كله، وكنطراسيو. هذه هي النقطه اللي انا بغيت،
ماشي الاخر، غير باش نوصل لهاد النقطه. هاد المراحل اللي درت هنا هبطت بالتركيز، عاد عاودت قلبت على نقطه الحزام، ممكن غنهبط بالتركيز ديالها ومن هاد النقطه نهبط ب 36. 36 شنو فيها؟ فيها 12 ديال الحزام وفيها 24 ديال الحوض، هي هذيك باش نوصل لهاد النقطه. من بعد انا كندير من بعد كنمشي للجليل ديال الخفاش وكنعبر نفس القياس 40 سنتيمتر بحال هكا، وكندير المسطره في هذه النقطه بين هذه النقطتين كندير المسطره. عاد كنمر للجهه الاخرى، هذه الجهه علاش؟ باش نقلب على الكم. دابا الكم الطول ديال الكم ديال السيده، حنا عندنا الكتف هو هذا، يعني من هنا كيبدا الطول ديال الكم ديالها. كنشوف الاختيار ديالها فين بغات الكم ديالها حسب الطول ديال الكم ديالها. كنشدو السنتيم كنقلبو، مثلا الا بغات 40 ها هي، بغات 50 ها هي، حسب داكشي. هاد السيده بغات 56 سنتيم، احنا غادي نديرو لها 56 سنتيم زائد واحد ديال الخياطه هي 57. انا حطيناها ليها. كنشوفوا راس الكم شحال بغات فيه. راس الكم غنديروا لها 14، هي بغات 13 زائد واحد الخياطه هي 14. من هذه النقطه وهذه النقطه كنديروا واحد المستقيم، عاود هكا الا شفتوا دابا راه بين الخدمه، بين المستقيم اللي خدمت هنايا، خدمت هنا يعني بان لكم الرسم. عندي باقا واحد النقطه مهمه اللي كتخدمني هنا حسب هذا، هو التحت ديال الباط ديال السيده، دونك على حساب الديكور اللي بغات السيده. الا كان الثوب طايح بحال هكا واخا يكون هذا عريض ما كيهمنيش، حيت كيبان. الا كان واقف، الا كان واقف خصني ندخل فيه، ونورمالمون انا غندخل في هذا. كنشد النص ديال هاد القطعه، النص ديالها هي كيفاش كنعبرو، كنقسم غير سنتيم على جوج، هذا هو النص، وكندخل بخمسة سنتيم، هاد خمسة سنتيم، وكندير بحال هكا. شوف هذا هو الخفاش ديالي، الى بان لكم ها هو مرسوم. كندخل هنا من هنا 5 سنتيم، شفتوه؟ دابا غادي نقطعو، ملي غنقطعو غيبان لكم مزيان. بسم الله غادي نبداو. دابا الى لاحظتوا ديما كنقطعو هاد 2 سنتيم ديال الخلف هي الاولى، الى قطعتو هذه كيمشي لكم تظهر، كيمشي لكم كيتقور لكم على حساب الامام. دونك دائما كنقطعوا هذه حتى كنحيدوا الظهر، عاد كنقطعوا الامام، عاد كنمشيو. تسميح الطبلة ما وصلش عندي حتى القياس فين بغيت. وغادي ندور ونقطع هذا هو الطول ديال السيدة. حيت حنايا كنديرو مثلا في الخياطة ديال الماكينة كنديرو غير 3 سنتيم
ديال العطفه يا السوجي، وهذيك الثنيه ديال سنتيم ديال الخياطه اللي كنخيطو. بان ليكم دابا بانها تقطع. دابا غادا نشوفو الكول ديال الامام كيفاش كنقطعوه. كنحيدو الخلف وعاد كنقطعو الامام بحريتنا على هكا. دابا كنديرو ديك 5 سنتيم ديال اللي كدخلنا الراس ديالنا، ها هي صافي. عاد كنرجعو الظهر صافي، حيت هادي انا بغيت فيها غير شي طرزات ديال التركي هكا في الصدر ودريس في القب واليدين. كنظن هذا مفهوم. في حاله الا بغيتي تقوسي مثلا هنايا الجلايل ديالو كدير 14 في 14 وكتقوسيها بحال هكا. دابا هادي حيت علاش ما كنقوسوهاش؟ حيت اصلا الجليل عندها 40، اش غادي نقوسوها بقى جليل مقبوطين مزيانين مولاتهم على حسب الذوق ديال السيده اللي غتخيط لها ان شاء الله. كنتمنى هاد الدرس يكون. بغيتي ديري بلاتي هادي بغيتي ديري فيها القب ديري، ما بغيتي ديري كتخليها بحال كتحتيه لبسها في الدار جو عندك الضياف شي حاجه متيوله وزويونه. وتبارك الله عليك وبصحتكم الدرس ديال اليوم، وكنتمنى يعجبكم وان شاء الله الى الدرس القادم ان شاء الله. وما تنسوش شاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم ديما الجديد.